خير جميعا وحياكم الله. وموضوع العدوى المصاحبة لتركيب القساطر المركزية واحدة من المشاكل الخطيرة جدا، واللي قد تؤدي إلى الوفاة بنسبة تصل إلى 35%، وده كله هتكلم عنه بعد شوية بالتفصيل. ولكن أنا عايز أبدأ بس المحاضرة بتاعتي بقصة صغيرة لأحد الأطفال حديثي الولادة اللي ولد لأب وأم، يعني إن شاء الله أن يتأخروا في الخلفة لمدة 10 سنوات، فلكم أن تتخيلوا القصة اللي أنا بحكيها دي. وبعدين ولد الطفل ودخل في الـ NICU أو العناية حديثي الولادة أو المبتسرين، وأصيب بعدوى مصاحبة لتركيب القسطرة المركزية. طبعا القساطر المركزية في الأطفال أو في النيونيت بتركب في الأمبليكال كورد أو في الحبل السري، وبعدها اصيب بعدوى في الدم بالكليبسيلا نوموني، وكانت مالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم، وتوفى هذا الطفل بعد 10 ايام من دخوله للعنايه. فلكم ان تتخيلوا مدى صعوبه وفاجعه هذا الامر. كذلك كثير من المرضى طويل الاقامه او المرضى العنايات المركزه هم الاكثر استخداما للسنترال لاين. طيب حضرتك بدأت بالحكاية دي ليه؟ أنا بدأت بالحكاية دي قبل ما أدخل في التفاصيل عشان أقول لك إن واحدة من أكثر العدوى المكتسبة داخل المستشفيات اللي يمكن إنك أنت تعمل لها كونتينمنت أو ديكريس في الريت، وهذا بكل الأبحاث وكل النتائج اللي ظهرت، هي السنترال لاين أسوشيت بلاد ستريم انفكشن. يعني أنت لو اتبعت الإجراءات المصاحبة للإنسيرشن أو تركيب السنترال لاين والإجراءات المصاحبة لمتابعة السنترال لاين ومشيت عليها بشكل صحيح، حقيقة وليس خيال وليس واقع، لأن بعض أعمال مكافحة العدوى يمكن تاخد وقت طويل عشان تقدر تشوف المردود بتاعها. الحاجة الوحيدة في الإنفكشن كنترول اللي أنت بتشوف المردود بتاعها بشكل سريع جدا هو الديكريز أوف ريت أوف كلابسي when implement the all infection control measures during insertion and maintenance of central line. فدي نقطة يمكن هي دي بارقة الأمل اللي بسببها العالم كله حاليا والعالم المتقدم بالخصوص، وطبعا المملكة من ضمنهم، دخلوا على برنامج البوجرين أو الوصول لإنقاص عدوى القساطر المركزية. لو بدأنا في المحاضرة بتاعتنا إن شاء الله the topics will be covered definition and introduction of central line. يعني دكتور أحمد ما شاء الله كف ووفى في هذه النقطة، فهمشي فيها بسرعة جدا. number two uses of central venous lines، برضو دكتور أحمد اتكلم عنها كتير جدا، همشي فيها بسرعة. وبعدين هبدأ بقى أخش في التفاصيل بتاعت الريسك of central line infection، ليه في ريسك عالي وإيه الريت اوف انفكشن الموجودة في عدوى القساطر. يعني لحظة واحدة يا شباب، النقطة اللي بعدها هنتكلم عن الكومبوننت اوف سنترال لاين باندل انسيرشن والباندل انسيرشن والباندلز اوف مينتيننس. Firstly, central venous catheter or central venous access device often described by health care associated as a central line. يعني الكومون نيم central line refer to the broad category of invasive devices used for administration أو administer fluid, medication, blood and blood product, parenteral nutrition and so on. يستخدم السنترال لاين عادة في بعض الإجراءات الطبية المصاحبة ل إن المريض يحتاج إلى بعض الأدوية، بعض نقل الدم بكميات كبيرة، وكذلك طبعا الغسيل الكلوي زي ما اتكلمنا سابقا. استخدام السنترال لاين بيعتبر ريسك كبير جدا لحدوث عدوى الدم،
يعني the use of central line is high risk for blood stream infection or acquired of blood stream infection. لانه open source for arriving the microorganism to the blood. طبعا لازم كلنا نفهم ان الدم هو عبارة عن عضو من اعضاء الجسم المعقمة. يعني من الاعضاء التي لا يوجد فيها اي ميكروبات. يعني في بعض الاعضاء زي الرئة مثلا، الجزء العلوي من الرئة بيبقى فيه بعض الميكروبات، الفلورا اللي بنسميها بكتيريا نافعة. برضو الجي اي تي او الامعاء الدقيقة بيبقى فيها بعض الميكروبات النافعة، لكن الدم لا يوجد فيه اي ميكروبات. الاصل في الدم ان لا يوجد فيه اي نوع من انواع الميكروبات، فوصول اي ميكروب الى الدم يجعل هذا الموضوع يؤدي الى عدوى في مجرى الدم اللي بنطلق عليه احيانا كلمة سيبسيز، وطبعا بتكون خطيرة جدا ومؤدية الى الوفاة بشكل كبير. طيب لو حبينا نحط definition of central line سريعا، هنقول the intravenous regarding the central venous catheter usually named in the by healthcare worker as a central line and used for administer of fluid, medication, blood product and parenteral nutrition. The uses of central line is the high risk for bloodstream infection, especially in the intensive care unit and long-term patient in the ward. However, the central line are also can be transmit the infection to the blood, because you must understand the blood is a sterile organ, not like the lung, not like the upper respiratory tract, not like the intestine. Intestine and upper respiratory tract have a bacterial flora, okay? But the blood is sterile, no flora in the blood. So when you will insert the central line, this is high risk for entrance or migration of microorganism to the blood. And this is a common cause of the bloodstream infection. Okay. النقطة الثانية بنتكلم عن definition of central line أو تعريف، لو أعطينا تعريف بسيط للcentral line، وطبعا هنمشي على طول هنشرح عربي وإنجليزي عشان يبقى كله فاهم إن شاء الله. الcentral line هو عبارة عن قسطرة بتصل مباشرة، إما بتصل مباشرة إلى القلب أو بتدخل عن طريق أحد البلود فيزلز أو جريد بلود فيزلز اللي بيدخل من خلالها هذه القسطرة لإيصال بعض الأشياء إلى الدم، منها ممكن تكون نيوتريشن زي ما قلنا، تغذية، وممكن تكون دم وغيره. Definition of central line is the intravascular catheter can be terminated or closed directly to the heart or connected to the great blood vessels used for infusion of blood and other function. أنواع البلد او السنترال لاين المعروفه اللي هي نون تانلد، والدكتور طبعا احمد الله يجزاه خير عرف لنا الفرق بين التانلد والنون تانلد سنترال لاين. التانلد اللي بتبقى تحت الجلد اللي بتتعمل بعمليات جراحيه عشان يتم تركيبها، لكن انا بتكلم هنا عن النون تانلد سنترال لاين المعروفين بالنسبه لنا واللي بنتابعهم بشكل مباشر. طبعا السب كليفيان فين سنترال لاين والانترنال جاجولار فين والفيمورال فينز اند في النيونيتس دي امبليكال ارتري اند فينز. دي انواع الاساطر المركزيه اللي ممكن تكون موجوده عندنا في مرضى الاي سي يو والورد. طيب دي بعض الاستخدامات وده اوضحها الدكتور احمد، مش عايز اقف عندها كتير. طيب ودي النقطة اللي كنا بنتكلم عنها من شوية. This point is very important. The blood is a sterile organ, so the insertion of central line is a high risk for migration of microorganisms through the central line to the blood and cause sepsis, thrombophlebitis, and the bloodstream infection, and maybe metastatic infection to the different organ. So this infection is very dangerous. لو هنتكلم عن بعض المخاطر او بعض الاحصائيات اللي سجلتها بعض الدول المتقدمه عن حدوث عدوى مجرى الدم المصاحبه لتركيب القسطره المركزيه، هنلاقي ان 35% من اسباب الوفيات والمضاعفات الخطيره للمرضى المنومين في العنايات المركزه والاقسام هي بسبب البلاستر او عدوى مجرى الدم المصاحبه للقسطره البوليه.
واحد المشاكل برضو ذكرتها دكتوره نرمين، ان احد المشاكل المصاحبه لهذه العدوى هو طول اقامه المريض في المستشفى. يوم واحد يقول لي يا دكتور وايه يعني طول اقامه المريض؟ لازم تفهم ان الخدمه الصحيه بتهدف الى تقديم افضل خدمه للمريض مع الحفاظ على صحته باقل تكلفه، لان انت لما بتسيب المريض في المستشفى لفتره طويله انت بتعرضه اكثر لمشاكل اكثر، مش بس عدوى مجرى الدم وانما مشاكل اكثر ممكن تصعب هذه الاطاله في وجود المريض داخل المستشفى. وحتى الان في معايير جديده في قياس عدد الايام اللي بيقيم فيها المريض داخل العنايه المركزه وداخل القسم عشان يشوفوا مدى انتاجيه العلاج تقديم الخدمه الطبيه. فبالتالي اقامه المريض في المستشفى لفتره اطول بتزود خطوره العدوى وخطوره المشاكل الصحيه اللي ممكن تحدث للمريض زائد التكلفه الصحيه. ودي بعض الاحصائيات، 250 الف عدوى مجرى دم في السنه في امريكا، تكلفتهم بتتجاوز ال 60 مليون دولار، تكلفه علاجهم بتتجاوز ال 60 مليون دولار، فلك ان تتخيل يعني. خلاص؟ وطبعا الريسك لحدوث عدوى الدم بيزيد مرتين واتنين من عشره، يعني نقول مرتين ونص في حاله وجود تركيب للسنترال لاين. هقول بس النقاط دي سريعا انجلش ونكمل بعد كده. The risk of central line is very high. 35% of morbidity and mortality may be increased due to the bloodstream infection associated with central line insertion. And also, this infection will be lead to excess hospital stay for more than 24 days in the hospital. And when the patient is increased the length of stay in the hospital, this will be increase the risk of other infection, risk for other complication, and also high excessive cost of treatment. And now the new imaging of healthcare services is a good service with the patient safety and low time of stay in the hospital and low budget. Okay, and also we have some statistical issue. 2050 line bloodstream infection or catheter associated bloodstream infection USA per year. This is maybe costing more than $60 billion per year. And also the CLABSI can be decreased by the follow the and implementation of infection control prevention. النقطة اللي بعد كده مصادر العدوى والأورجانيزمز أو المايكرو أورجانيزم أو البكتيريا والفطريات المسببة لعدوى مجرى الدم. هنا في النقطة دي معلش أو في السلايد دي طبعا هشرحها بالعربي وبعد كده بالإنجلش. النقطة دي عايز أوضح فيها نقاط هامة جدا ليك أنت كممارس مكافحة عدوى لما تعرف نوع العدوى أو نوع الأورجانيزم المسبب للعدوى، هتقدر تفكر في النقاط اللي عندك فيها ضعف في الامبلمنتيشن او في تطبيق البندلز اللي هنتكلم عنها دلوقتي بعد شويه في الانسيرشن او في المينتيننس بتاع السنترال لاين. طيب لو احنا عايزين نعرف طرق العدوى او مصادر العدوى، مصدر الاورجانيزم اللي ممكن يدخل الى الدم، مصدر الميكروبات اللي ممكن تصل الى الدم مع تركيب السنترال لاين او مع تركيب القسطره المركزيه، ممكن يكون مصدر من المريض نفسه. ازاي دكتور؟ من المريض نفسه مشهور عندنا جدا البكتيريا الموجوده على سطح الجلد، وعشان كده من شويه انا قلت لكم ان الاصل في الدم انه معقم، انه من الاعضاء التي لا يوجد فيها ميكروبات. فدخول اي ميكروب من الميكروبات الموجوده على سطح الجلد الى الدم هيسبب عدوى في مجرى الدم، وبيعتبر 35 الى 65% من اسباب من الميكروبات المسببه لعدوى مجرى الدم المصاحبه لتركيب الاسطره المركزيه هو الميكروب الموجود على سطح الجلد والمسمى بالكواجوليز نيجاتيف ستاف او الاستافيلوكوكس ابيديرميدس. هذا الميكروب يمكن القضاء عليه ازاي؟ بنقطتين هامتين جدا. اول حاجه السكين بريباريشن، وده هنتكلم عنه بالتفصيل، انك تحضر جلد العيان قبل الانسيرشن وكذلك في اثناء المينتيننس. والنقطه الثانيه هي الهاند هايجين، لان مصدر الميكروب هو الجلد.
يبقى اذا لو انا عندي مريض في العنايه او عندي مريضين او ثلاثه بدا يظهر عليهم عدوى مجرى الدم، واخدت مزرعه ولقيت هذا الميكروب، لازم افكر ان عندي مشكله اما في السكين بريباريشن او في الهاند هايجين بتاع الهيلث كير وركر اثناء الانسيرشن والمينتيننس بتاع السنترال لاين. يبقى اذا لازم تستخدم الميكروب المسبب للعدوى كدليل في بعض الاحيان لنقاط الضعف اللي عندك اللي تحتاج الى تركيز وتدريب وتطوير للممارسين الصحيين اثناء متابعه مثل هذه العدوى. المصادر الاخرى للعدوى ممكن تكون الانفايرمنت او الاكويبمنت او الهاندز اوف ستاف، وكلمنا عن الهاند طبعا، بس انا عايز اقول ان الهاند مش بس ممكن تكون هي السبب في نقل ميكروب الكواجوليز نيجاتيف اللي اتكلمنا عنه اللي موجود على سطح الجلد، لا، ده ممكن تكون سبب في نقل جميع الميكروبات الاخرى اللي بنسمع عنها، لان 90% من الميكروبات الطريقه الاولى في انتقالها هو عن طريق الهاند. فيجي احد الزملاء يقول لي ازاي يا دكتور الهاند هتنقل الميكروب مثلا من الاكويبمنت الى الدم بتاع المريض؟ هقول لك ما انت فاتح فتحه مباشره داخله على جريد فيزلز او على مجرى دم كبير في المريض وهو السنترال لاين. فانت لو بتتلامس مع الاسطح اللي حواليك وهي غير منظفه ومطهره بشكل جيد، وبعدين تواصلت مع المريض على طول، هتنقل هذا الميكروب عن طريق ايدك. وبالتالي الهاند هايجين واحد من النقاط الهامه جدا في منع العدوى. طيب قول لنا بعض الامثله على الميكروبات الاخرى ودلالاتها يا دكتور. لو اخذنا بعض الامثله للميكروبات الاخرى وبالنسب العالميه، هنلاقي ان الميكروبات سالبه الجرام اللي هي الجرام نيجاتيف بس اللاي بتمثل 19 الى 21% من عدوى الدم المصاحبه للقسطره. طيب ده بيدل على ايه؟ شوف، حط قاعده في راسك، يعني دايما حط قاعده في دماغك، اول ما تشوفوا جرام نيجاتيف بكتيريا او بكتيريا سالبه الجرام، اعرف ان الهيجين بتاع المكان مش نظيف، يعني المكان نفسه تطبيق المعايير بتاعت النظافه مش جيده، سواء كانفايرمنت او كهاند. يعني سواء كنظافه وتطهير للبيئه او للهاند بتاعت الهيلث كير وركر على طول، فدايما دائما الجرام نيجاتيف بكتيريا تاخد منها هذا الانطباعين دول، فتبدا تدور على الكومبلاينس بتاع الهاند هايجين او الالتزام بالهاند هايجين، وتبدا تدور على الانفايرمنتال كليننج وديس انفكشن في المنطقه اللي عندك، في سواء كان المريض في الاي سي يو او في الورد. دي من النقاط الهامه. النقطه الاخيره اللي عايزين نتكلم عنها في الميكروبات المسببه هي الميكروبات المقاومه للمضادات الحيويه. وطبعا لو انتوا راجعتوا الاحصائيات اللي موجوده عندكم عن عدوى الدم المصاحبه للاساطر المركزيه اللي زادت اثناء الكوفيد، هتلاقي معظم الاورجانيزم المسببه ام دي ار او، بكتيريا مقاومه للمضادات الحيويه. لو رجعت الفايل بتاع المريض بمراجعه سريعه كده، شفت بس اللاين اوف تريتمنتس او العلاج المكتوب لهؤلاء المرضى، هتلاقي المريض الواحد كان بياخد ثلاثه واربعه وخمس انواع من الانتي بايوتيك احيانا. فطبيعي لما يكون المريض اندر كفر اوف انتي بايوتيك وبعدين يجي له عدوى، اكيد العدوى هتكون مقاومه لكل هذه الميكروبات المضادات الحيويه اللي المريض عادي ياخدها. وبالتالي هتلاقي دايما السبب الرئيسي ميكروبات مقاومه للمضادات الحيويه في الفتره دي بالذات، يمكن تقل الان على اساس ان قل حالات الكوفيد طبعا، وبدا يزداد شويه الكومبلاينس بتاع الهاند هايجين والماسك، ده ممكن يقلل شويه موضوع الام دي ار او المسبب للعدوى. اقول بس النقاط دي سريعا بالانجلش وبعدين نكمل. Sources and the positive organism of central line associated bloodstream infection. You can take the positive organism as the guide for checking the weak point during implementation of bundle of central line insertion and maintenance. And I will give you some example. Number one, the routes of infection, endogenous from the patient and exogenous from the environment, equipment, and hands of staff, for example. How the patient can be source for bloodstream infection. You know, the blood is a sterile organ. And the skin have a contaminated or flora, bacterial flora named coagulase negative staph or staph epidermidis. Cons or staph epidermidis, the other name is staph epidermidis. This is the commonest cause of bloodstream infection. What, when the patient infected by this organism, you must check the skin preparation and hand hygiene of the staph because this organism is habit already in the skin. How to arrive to the blood through the central line? Number one, maybe from the skin of the patient, because during preparation,
of the skin for insertion or dressing or maintenance, not good. So the organism can invade the central line and arrive to the blood. The second cause is the hand of the patient, of the healthcare worker. Okay? And other infections like the gram-negative bacteria, gram-negative bacilli, indicate about the problem in the environmental cleaning and disinfection, or also hand of the healthcare worker, which touching the patient and making the maintenance for the patient and the insertion of central line. Why, doctor? Because most of gram-negative bacteria habit in the environment, like Acinetobacter, Enterococcus, all these microorganisms habit in the environment. So when the rate of gram-negative bacteria is increased in causing the central line, you must check and review the environmental cleaning and disinfection in your ICU and the department, and also check the compliance of hand hygiene. Also, the most of famous pathogen cause the CLABSI is the MDRO, especially during the COVID period, because most of patients in ICU take a prophylactic antibiotic without need, usually without need. So when I take antibiotic without need, when the infection coming must be resist the microorganism. But when you check the causative organism in one healthcare setting, have a program for antibiotic stewardship, you will show the decrease in the rate of MDRO that indicate the good use of antibiotic in this setting. Okay, this is some indication related to the causative organism cause the CLABSI. Preventive bundles of the CLABSI. Now we will start in preventive program. Preventive bundles of the CLABSI. طبعا انتوا عارفين الحزم حزم منع العدوى هناخد تعريفها دلوقتي ولكن انا عايز بس هنا في النقطه دي اقول بادره الامل اللي انا قلتها في الاول ليه انا بعتبر ان الجوجرين احد المشاريع الهامه جدا في مكافحه العدوى ان لم يكن اهمها لان نسبه العدوى بتاعت القساطر المركزيه نسبه عدوى الدم المصاحبه لتركيب القساطر المركزيه هي أكثر العدوات اللي بتستجيب وبتنقص معدلاتها مع تطبيق معايير مكافحة العدوى الموجودة. وبرضه في نفس الوقت هي أكثر العدوات أو الأمراض المعدية المكتسبة داخل المستشفيات اللي بتزيد مع نقص تطبيق مكافحة العدوى. يعني أنت ممكن تستخدمها كإنديكيتور. لو أنت عايز تشوف الـ ICU دي معدل للهاند هايجين فيها ومعدل تطبيق معايير مكافحة العدوى فيها شوف الريت اوف كلابس اذا لقيت الريت اوف كلابسي هاي ريت اعرف ان تطبيق مكافحة العدوى فيه مشكلة في نقص في التدريب في نقص في المعلومات في نقص في وطبعا دائما تذكر ان الممارسين الصحيين الذين لا يعملون في مجال مكافحة العدوى قد لا يهتمون ببعض النقاط الهامة مش لأن هم مش عايزين يهتموا ولكن في الغالب لأن ما عندهمش المعلومة عشان كده الإديوكيشن واحد من إن أنا ممكن أضيف الإديوكيشن كواحدة من البندلز ده مش بمزاجي يعني انترناشونالي ممكن يضيفوا الإديوكيشن كواحدة من البندلز بتاعة البريفنشن فهنا في النقطة دي أو في السلايد ديت قبل ما أبدأ في تعريف البندلز وما هي البندلز أوف انسيرشن والبندلز أوف مينتيننس واستفيض في كل نقطة فيهم حابب أقول إن عدوى مجرى الدم هي أكثر العدوات التي يمكن أن تقل مع تنفيذ معايير مكافحة العدوى وأكثر العدوات التي تزيد مع قلة تطبيق معايير مكافحة العدوى وبالتالي أنت ممكن تاخدها كإنديكيتور وكشيء تقدر تتابع به مستوى الخدمة بتاعك وطبيعة تطبيق معايير مكافحة العدوى This slide important for explain The CLABSI is the main infection can be controlled, can be decreased by the implementation of infection control prevention. So you can take the CLABSI rate as an indicator for implementation of infection control measures like the hand hygiene, like the maximum barrier precaution and so on in the ICU and ward. Okay. What is the definition of preventive bundle in general? ما هو تعريف حزمة منع العدوى بصفة عامة؟
الحزمة هي عبارة عن من 3 إلى 5 نقاط، ممكن تزيد نقطة تقل نقطة، لكن هي من 3 إلى 5 نقاط تقريبا لابد من تنفيذهم مع بعض في وقت واحد لتصل بهم إلى أفضل نتيجة لمنع العدوى مثبتة بدراسات. يعني هديك مثال بسيط عشان بس تفهم تعريف البندل. لو أنا عندي 13 إجراء من إجراءات مكافحة العدوى أو 15 إجراء من إجراءات مكافحة العدوى يجب اتباعهم مع المرضى اللي بيركبوا سنترال لاين، أو اللي بيركبوا قسطرة مركزية، أو المرضى اللي بيتوصلوا على جهاز تنفس صناعي، في 5 نقاط من ال 13 أو ال 15 نقطة دول، في 5 نقاط لو طبقتهم بشكل حازم يصل إلى 100% تقريبا مع بعض الخمسة، مش تطبق نقطة وتسيب نقطة، كلهم مع بعض هتصل إلى أفضل النتائج بناء على دراسات مثبتة. يعني تطبيق ال5 نقاط دول دونا عن ال13 نقطة ممكن يقللهم العدوى بنسبة تفوق ال60%. ده معنى كلمة الحزمة أو الباندل أوف بريفنشن. أقول بس تعريف بالإنجليش. وطبعا بدأت الباندلز بتاعت السنترال لاين من 2011 تطبيقا ودراسات، لكن هي طبعا كانت مذكورة من قبل كده، ولكن كدراسة وتطبيقا كانت من 2011. أقول بالإنجلش وبعدين نكمل بقى نعرف ما هي الباندلز أوف انسيرشن وما هي الباندل أوف مينتيننس. ديفينيشن أوف بريفنتيف باندل باي إنجلش إز انفكشن بريفنشن سيتس ايفيدنس بيسد براكتسز وين امبلمنتد كولكتيفلي. So you must implement this point or this practices collectively, not only one of them, not only one or one, two and leave three. لا. Must be implement collectively to improve the reliability and delivery of improved patient outcome. Starting of CLABSI bundle in 2011 in main ICU, start to study and what is the impact when implemented this bundle. Second point, what is the component of central line insertion bundle? طبعا by Arabic then I will explain by English. شوفوا طبعا لازم نتفق ان انا عندي تركيب السنترال لاين، خطوة التركيب نفسها، خطوة تركيب السنترال لاين. طبعا الدكتور احمد مجد الله يبارك له شرح بالتفصيل ايه الاسباب اللي بتخليني اركب، وايه الاسباب اللي ممكن تخليني اجل التركيب، والاسباب اللي بسببها ممكن اوقف تركيب السنترال لاين او اجله او امنعه. مفيش طبعا حاجه بتمنع نهائيا، ولكن تخليني القرار اذا كان المريض لا يحتاج. خطوه التركيب في حد ذاتها ممكن تكون هي سبب العدوى بنسبه تفوق ال 30%. خطوه التركيب نفسها كونك بتفتح بلاد فيزلز كبير الحجم بيصل الى الدم بشكل مباشر وبتعمل فيه انسيرشن انفيزيف بروسيجر او اجراء اختراقي عميق بهذا الشكل ممكن يؤدي الى العدوى. يبقى خطوه التركيب نفسه هي احد الخطوات اللي ممكن تكون سبب لاكثر من 30 الى 60% من عدوى مجرى الدم المصاحبه لتركيب السنترال لاين. بعدها بعد التركيب في المفروض الكير بقى اللي بتعمله للمريض او اللي بنسميها احنا المينتننس، المتابعه بتاعه تركيب السنترال لاين ديت ممكن تصل عدم الاهتمام بيها او عدم تطبيق معايير مكافحه العدوى فيها يصل الى 20 30% من اسباب العدوى. يبقى تخيل ان اسباب العدوى الرئيسيه هي اثناء التركيب، يليها ما بعد التركيب اللي هي العنايه المستمره بالسنترال لاين. طيب انا مطلوب مني تطبيق كل معايير مكافحه العدوى اثناء التركيب، ولكن لو قلت لي هات لي اهم خمس نقاط لو طبقتهم الخمسه مع بعض اثناء عمليه التركيب هتقل عندي العدوى بنسبه 100% اللي هو تعريف البندل اللي قلناه من شويه. هما ال5 نقاط دول. يعني على سبيل المثال في نقطه اسمها الاسيبتيك تكنيك، كلكم عارفينه، اللي هو الاساليب المنع للتلوث. اساليب المنع للتلوث ده من ضمن اجراءات التركيب، هتلاقيها مفصله داخل النقاط الخمسه دي. اذا اللي عايز اوصل له انك عشان تركب السنترال لاين وتقلل
بنسبة 100% العدوى الناتجة عن التركيب، عن خطوة التركيب، لازم تطبق الخمس نقاط دول بحذافيرهم، وهنتكلم عنهم نقطة. طب ما هي الخمس نقاط؟ الهاند هايجين، وهنتكلم عن طريقة الهاند هايجين وإيه أفضلهم، والماكسيمم بارير بريكوشن، وهنفهم معنى كلمة ماكسيمم بارير بريكوشن بالنسبة للهيلث كير وركر، وبالنسبة للبيشنت، وبالنسبة للانفايرمنت أو السراوندنج بتاع البيشنت، واستخدام الكلورهكسيدين سكين انتيسيبسيس، خلاص، والاوبتيمال كاثيتر سايت انسكشن اللي هو المكان اللي المفروض تعمل فيه انسيرشن للسنترال لاين، ايه المكان الاقل عرضه للعدوى وايه الاكثر عرضه للعدوى، خلاص، وفي مكان ممكن تمنعه لو مفيش انديكيشن، لو مفيش داعي طبي ممكن تمنع التركيب فيه لو مفيش داعي طبي. واخيرا النقطه الاخيره دي مهمه جدا، وهي متابعه احتياجك للسنترال لاين. هل المريض ما زال يحتاج تركيبا للسنتر، يستمر السنتر لاين في جسمه ولا لم يعد في حاجه اليه؟ طيب اشرح النقاط دي سريعا بالانجلش وبعدين ابدا اخش تفصيلا على كل نقطه. The component of central line insertion bundle by English. The step of insertion of central line is the high risk step for infection. More than 60% of the causes of infection may be during the insertion of central line. So when you need to prevent the infection acquired during the insertion of central line, you must follow this point, 5 points collectively. All of them must be followed during the insertion of central line. Number one, the hand hygiene. I will explain it by details, type of hand hygiene, what is the antiseptic must be used, and so on. Maximum barrier precaution for the healthcare worker and for the patient and the environmental. Chlorhexidine skin antisepsis or antiseptic used for skin preparation. Optimal catheter site selection. What is the best site for insertion for central line, subclavian or internal jugular or femoral vein, and also the very important point, daily review if the patient is needed, still needed for the central line or need to remove. You must be follow this point collectively to decrease the rate of infection. النقطة الأولى الهاند هايجين. طبعا كلنا عارفين اهميه الهاند هايجين. انا لو قعدت اتكلم عن اهميه الهاند هايجين لوحدها ممكن اقعد فيها اكتر من ساعه، اكتر من المده المحدده للمحاضره ككل. ولكن انا في الاول اديتكم ان لو انت لاحظت كل الاورجانيزم او كل الميكروبات المسببه لعدوى الدم التي سجلت كلها بتنتقل عن طريق الهاند. طيب هل انا لما باجي اعمل انسيرشن للسنترال لاين، لما باجي اركب قسطره مركزيه زي وانا بركب قسطره طرفيه، طبعا انا كنت اتمنى يكون الشات قدامي عشان اعرف ردودكم ايه، عشان اعرف الناس نايمه معايا ولا لسه صاحيه ولا الوضع ايه. هل يا شباب الخطوره بتاعه تركيب قسطره طرفيه زي الخطوره بتاعه تركيب قسطره مركزيه؟ طبعا الخطوره بتختلف تماما. شوف كل المراجع اهتمت بانها تقول لك يو ماست فولو ذا هاند هايجين، يعني لازم انك تعمل هاند هايجين، والافضل انك تعمل هاند هايجين باستخدام المياه و الصابون الانتيسيبتيك. يعني ايه صابون انتيسيبتيك؟ يعني مواد كيميائيه تقتل الميكروبات، زي على سبيل المثال الكلورهكسيدين وذ الكحول، او الكلورهكسيدين لوحده، الكلورهكسيدين سوب، او البيتاداين 7.5% اللي هو البوفيدين ايودين 7.5%. كل ديت انتيسيبتيك سبستانس كان بي يوزد for skin preparation او سوري hand hygiene before the insertion. يعني عشان تغسل ايدك صح قبل الانسرشن يفضل انك تغسلها بالميه واحد المطهرات اللي بتعمل كصابون ومطهر في نفس الوقت زي المواد الكيميائيه اللي انا قلت لك عليها من شويه. افضلهم طبعا افضلهم على كل الابحاث الحديثه هو الكلوركسيدين وذ الكحول، وده صعب شويه انه يكون متوفر، فلو في كلوركسيدين هيبقى الافضل عشان مده بقائه في قتل الميكروبات بتطول شويه عن بقيه المواد، وبالتالي هو اللي بيفضل استخدامه. طيب
بعد كده تقول يا دكتور بس انا لما قريت في السي دي سي ولما قريت في الجايد لاين لقيت ان في الالكوحول بيزد ووترليس هاند كلينر هيلب ان بريفنت ذا كونتامينيشن. يعني انا ممكن قبل الانسيرشن استخدم الكحول واعمل هاند روبنج بشكل جيد، وبعدين استنى لما الكحول ينشف، يعني اعمله من 20 ل 40 ثانيه وبعدين ابدا عمليه الانسيرشن. شوف كجايد لاين صح، يعني كجايد لاين، يعني اقصد اقول ايه، خليني اقولها بشكل براكتيكال شويه عشان ما حدش يفهمني غلط. يعني من الاخر، لو انا عندي مريض في الطوارئ وهذا المريض جاي في حادثه ومحتاج يدخل له دم بسرعه عن طريق السنترال لاين ومحتاج اركب السنترال لاين بسرعه، ممكن الجا لعمليه الالكحول بيزد ووترليس بيفور انسيرشن. ممكن يعني مقبوله لان الجايد لاين بيقول كده، ما اقدرش اقول لا. لكن لما يكون مريض هيحتاج تركيب سنترال لاين ومعايا وقت وعندي الوقت بتاعه وجالي استدعاء كطبيب عنايه او كطبيب طوارئ لتركيب او كطبيب تخدير لتركيب هذا السنترال لاين وعندي وقت واستخدم الالكحول في الحاله ديت، ابقى انا مقصر الى حد، مش عشان الالكحول ضعيف، ما حدش يفهم الكلام غلط، ولكن هذا الاجراء بتاع الانسيرشن يساوي عمليه جراحيه صغيره. وده مش كلامي، ده كلام الطب كله. يعني عملية إدخال السنترال لاين في المريض تساوي عملية جراحية. طب أنت في العملية الجراحية بتعمل إيه؟ بتعمل سكرابنج للسكين، يعني بتعمل هاند ووشنج باي ووتر أند أنتيسيبتيك سوب فور سكرابنج. تقعد دقيقتين لخمس دقايق تغسل إيدك بشكل صحيح لحد ما تحت الكوع، وبعدين تلبس الجلافز بتاعك وتبدأ تشتغل السترايل جلافز. واضح؟ طيب. إذا يا دكتور أنت عايز تقول إن إذا لم يكن هناك طارئ واحتياج طارئ للتركيب السريع، يفضل قبل تركيب السنترال لاين أن يقوم الممارس الصحي بالغسيل الجراحي باستخدام المياه وصابون الكلور هيكسيدين أو البوفيدين أيودين 7.5% أو الكلور هيكسيدين وذ الكول. أيوه، هذا مش انا بس اللي بقوله، كل المراجع العلميه المتقدمه بتقول كده. خلاص، طبعا هو معطيك بعض التايمز اللي بتحتاج انك انت تعمل فيها هاند هايجين. طب اقول لك حاجه زياده كمان، انا هقول لك ان مش قبل الانسيرشن بس، طبعا قبل الانسيرشن ده اهم شيء، يعني اهم وقت لازم الشخص اللي هيعمل انسيرشن يعمل فيه هاند هايجين سيرجيكال سكراب، يعني بالميه والصابون زي ما اتفقنا من شويه، دقيقتين لخمس دقائق، هي قبل الانسيرشن. ولكن يفضل حتى في المينتيننس، يعني حتى في المتابعه وتغيير الدريسنج، انك برضه تعمل سيرجيكال سكراب. وعلى فكره انت ممكن تجربها، يعني شوف مع الناس، يعني شوف الريت بتاعك اوف انفكشن دلوقتي عامل ازاي، ودي اصلا المبادره، وخلي الناس تتبع هذا الموضوع في طريقه غسيل اليدين قبل الانسيرشن والمينتيننس او سنترال لاين، وشوف النقص اللي هيحصل عندك في معدل الترانسميشن اوف انفكشن عامل ازاي خلال شهر واحد، وبلغني بالفرق، وشوف مستشفى تانية ما طبقتش او بتعمل هاند هايجين بالكحول بس، وشوف الفرق هيبقى عامل ازاي. ليس ضعفا في الكحول، وانما افضل في النتائج، لان زي ما اتفقنا ان الكلوركسيدين مده بقائه على اليد افضل واطول. معلش هقول النقطه دي بسرعه باي انجلش، وبعدين ندخل على بقيه النقاط، يعني في نقاط هطول فيها ونقاط كلنا عارفينها هاخد فيها العناوين الرئيسيه فقط، لكن انا حبيت الهاند هايجين لانها ما فيش حد كاتب بشكل صريح، وانا باكد المعلومه دي، ما فيش جايد لاين كاتب بشكل صريح ان لازم الهاند هايجين تكون سيرجيكال سكرابنج، لكن انا بقول لك تطبيقا عمليا خصوصا في النقطه بتاعت الانسيرشن، وطبقها وجرب. ويفضل كمان حتى في المينتيننس ان يكون الهاند هايجين حتى لو دقيقتين بس، يعني لو هتغسل ايدك بالميه والصابون المطهر دقيقتين، مش لازم توصل لخمس دقائق زي العمليات الجراحيه، هيبقى افضل ونتائجه افضل بكثير جدا جدا. واضح؟ باي انجلش، ذا تايب اوف هاند هايجين during the insertion is very important. The insertion of central line like the minor surgery. So the best method of hand hygiene before the insertion of central line is a surgical scrubbing for 2 to 5 minutes by using water and antiseptic soaps. The best antiseptic soaps
can be used in hand hygiene is chlorhexidine with alcohol, the best. Second is chlorhexidine. Third is bovidine iodine 7%. Okay? My recommendation, and you can check this point through 1 month, all stuff will be inserted the central line in your setting, in your hospital, follow the surgical scrubbing before insertion of central line, and compare the rate of infection in this month after implementation of surgical scrubbing before insertion and before implementation, and check the rate and type of microorganism caused the central line, and give me feedback, please. Okay? And this is sometimes must be make the hand hygiene before touching or nearing to the central line. Second point, النقطة الثانية maximum barrier precaution. لازم يكون في حماية قصوى أثناء عملية التركيب بتاعت central line. وحماية معقمة. شوف لولا التكلفة والصعوبة، شوف الكلمة اللي أنا بقولها ديت وحسب عليها حتى مكتوب في بعض الجايد لاينز، إن لولا التكلفة والصعوبة في أن تقام عملية الانسيرشن اوف سنترال لاين داخل غرف العمليات لفرضوها. والدليل في كده، والدليل على الكلام اللي أنا بقوله، إن أحد الريكومنديشن مش كبندل ولكن هاي ريكومنديشن، إنك تعمل انسيرشن للسنترال لاين في مكان مخصص بيسموها الانسيرشن روم. طب ما الانسيرشن روم دي انت لو بصيت على الكرايتيريا بتاعتها هتلاقي قريبه جدا من الكرايتيريا بتاعت العمليات. طب ايه الهدف؟ الهدف اني اعمل عمليه الانسيرشن ده، الدخول الى السنترال لاين لابد ان يكون معقما. عشان ادخل السنترال لاين بشكل صحيح لابد ان يكون الدخول معقما. انا اعتقد ان الشير حصل فيه مشكله، هنعمل شير مره اخرى. ظهرت عندكم تاني يا شباب؟ اوكي تمام يا دكتور عبد الرحمن، بس في برضو مربعات اللي هي دي لو في اي ويندو مفتوحه راحت ولا ما في لسه؟ لا موجود. طيب احاول ان انا اشيلها كده وربنا يسهل. طيب فور يعني عشان تطبق هذا الماكسيمم بارير لازم تكون كل حاجه حوالين المنطقه بتاعت الانسيرشن معقمه، حتى الهيلث كير وركر او الممارس الصحي اللي هيقوم بعمليه ادخال السنت او تركيب الاسطره المركزيه. طب ازاي اوصل لده؟ انا عندي نقطتين، عندي المريض، بص على الصوره اللي تحت دي، عندي المريض اهو، ده المريض اهو خلاص، وعندي انا كممارس صحي او مقدم خدمه صحيه اللي بعمل الانسيرشن انا اهو. طيب المريض ومكانه، عشان اعمل له ماكسيمم بارير، عشان اعمل له ماكسيمم بارير لازم اعمل كفرنج للبيشنت فروم ذا هيد تو ذا تو، يعني اغطي المريض كله من اول من ساسه من راسه لحد صابع قدمه، لازم يغطى كاملا باسترايل دراب. وهذه الاسترايل دراب يكون فيها فتحه صغيره لمكان الانسيرشن زي ما انتم شايفين المنظر كده. ده كده انا عملت ايه؟ patient apply of maximum barrier precaution. Cover the patient from the head by sterile drab to the small opening and leave a small opening at the site of insertion. أغطي المريض من رأسه لرجله وأسيب فتحة صغيرة لعملية الانسيرشن. واضح؟ طيب بالنسبة للهيلث كير وركر must be wear all PPE ولازم الجلافز والجاون يكون ستيرايل. طب قول بي بي يعني ايه؟ يعني هيد كاب must be cover all the hair of the healthcare worker. Mask cover the mouth and nose. وهقول لك ليه دلوقتي بنقفل بنغطي الانف والفم، وهقول لك ليه اهميه التغطيه دلوقتي. وسترايل جاون وسترايل جلافز. طب ازاي يا دكتور انا هلبس سترايل جلافز وانا عامل هاند هايجين بالكحول؟ المفروض ما دام هلبس سترايل جلافز لازم اكون عامل هاند هايجين زي ما قلت لكم ايه؟ بطريقه عاليه بالسيرجيكال سكرابنج. عشان كده دي التوصيه انك تعمل سيرجيكال سكرابنج وتلبس سترايل جلافز. واضح؟ طب ليه يا دكتور انت قلت ان الماسك لازم يغطي الانف والفم؟ مش عشان بس ده اللبس الصحيح للماسك، لا،
بعض الممارسين الصحيين او اغلب الممارسين الصحيين يحملون ميكروب الام ار اس اي في الانف ككارير، موجود في انف الممارسين الصحيين في منطقه معينه من الانف ككولونايزيشن، ما بيسببش عدوى للشخص نفسه الممارس الصحي نفسه، ولكن بيسبب عدوى للمرضى اللي بيتم عمليه الانفيجن او ديب انفيزيف بروسيس زي السنترال لاين انسرشن. وهقول لك على حاجه بسيطه جدا جدا، شوف معدل الام ار اس اي قبل الكوفيد واثناء الكوفيد، يعني شوف معدل الميثيسيلي ريزيستنت ستاف اوريس اللي هي الام ار اس اي اللي موجوده في الانف بتاعت الممارسين الصحيين، شوفها قبل الكوفيد وبعد الكوفيد او اثناء الكوفيد، هتلاقيها قلت جدا اثناء الكوفيد. احد اهم اسباب نقصها اثناء الكوفيد، هما سببين بس احد اهم الاسباب، هو لبس الماسك بشكل صحيح. السبب الثاني طبعا الهاند هايجين، لكن السبب الاساسي والاول هو تغطيه الانف والفم اثناء عمليات العمليات الجراحيه ومنها السنترال لاين انسيرشن. دي معنى كلمه ماكسيمم بارير. ماكسيمم بارير بريكوشن مينز all area of insertion and healthcare worker will be inserted the central line must be sterile. How to arrive to this point? You must cover the patient totally from the head to the toes by sterile fenestrated drab like this picture. Okay? And the healthcare worker must be wear all PPE, head cover for covering all area of the hair or head cap, mask must be cover the mouth and nose, sterile gown and sterile gloves, and mask must be cover the nose and mouth because the nose is the main source of transmission of MRSA, and you can compare the MRSA infection before the COVID and during COVID, the rate will be decreased. One of the main cause is the proper using of the mask covering the nose and mouth. ده الماكسيمم بارير. كلورهكسيدين سكين انتيسبسيس اللي هو تحضير الجلد قبل عمليه الانسرشن باستخدام الماده المطهره المسمى الكلورهكسيدين. وهنا عايز اوضح نقطه، طبعا انا عندي كذا ماده ممكن استخدامها عشان بس نفهم الموضوع بشكل صحيح. طب ليه كل الجايد لاينز بتقول كلورهكسيدين؟ انا وضحت لكم من شويه ان الكلورهكسيدين هي ماده كيميائيه يستمر مفعولها في ابطال نمو الميكروبات على الجلد لفتره تصل الى 6 ساعات، وبالتالي هي الافضل في الاستخدام عاده في العمليات الكبيره او في الاجراءات الاختراقيه العميقه زي تركيب القسطره المركزيه. ده السبب الرئيسي. طيب في بعض الاحيان يا دكتور انا ممكن عندي في المستشفى يحصل نقص في الكلوروكسيدين 2% اللي انتوا عايزينه ده، لما يحصل نقص ايه البديل؟ ممكن استخدم البوفيدين ايودين 10% اللي بيستخدم في تطهير الجلد قبل العمليات الجراحيه، وهو طبعا برضو من المواد الكيميائيه المهمه جدا في قتل الميكروبات، وعلى فكره هو برود سبيكترم، ولكن في بريكوشن ماست بي فولو، انا مش كاتبها في المحاضره، لازم تركزوا فيها، انا مش كاتبها بالمناسبه، لازم تركزوا فيها. لما تستخدم البوفيدين ايودين حتى في العمليات الجراحيه هو ممتاز في قتل الميكروبات، ويمكن اكثر المواد الكيميائيه كمجال قتلا للميكروبات، يعني حتى في بعض المراجع بتقول انه بيقتل السبور، بكتيريا السبور او بعض انواع البكتيريا السبور. ولكن مشكلته في ايه؟ مشكلته ان بعد 6 دقائق من استخدامه وبقائه تحت الاضاءه والتعرض للهواء بيفقد قدرته الكيميائيه على قتل الميكروبات، ويتحول الى ميديا او وسط غذائي جيد لنمو ميكروب السودوموناس. وطبعا ميكروب السودوموناس ده ميكروب مقاوم للمضادات الحيويه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني باختصار، لان طبعا الوقت بيداهمني شويه، بس انا ممكن استاذن الدكتور احيانا في بعض الوقت الزياده عشان اكمل، بس لان قد يهم جدا. البوفيدين ايودين بعد 6 دقائق بيتحول بيفقد قدرته على قتل الميكروبات بعد تعرضه للضوء او للهواء لست دقائق، ودي طبيعته الكيميائيه، بيفقد قدرته على قتل الميكروبات. طب انت عايز توصل لايه يا دكتور عبد الرحمن؟ عايز اوصل انك اذا استخدمت البوفيدين ايودين مضطرا، او اذا استخدمت لعدم توفر الكلورهكسيدين او الكلورهكسيدين والكحول، واضطريت انك تستخدم البوفيدين، مش غلط،
هتستخدمه طبعا، مش هتقول انا هوقف الاجراء لحد ما المستشفى توفر، لا هتستخدم البوفيدين ايودين 7% 10%، مفيش مشكله. ولكن اولا لابد ان يكون مخزن في بوتلز لا تنفذ الضوء، يعني زي البوتلز اللي انتم شايفينها بتاعت الكلوركسيدين اللي حاطها دي، لازم يكون البوتلز مش منفذه للضوء، وان يكون هذا البوفيدين ايودين الغطاء بتاعه مش مفتوح وبالتالي مش متعرض للهواء. واضح؟ وفي بعض الناس بيعملوا اجراء خاطئ جدا، يضعوا كميه من البوفيدين ايودين في البيتري ديش اللي هو في الطبق الصغير اللي بيستخدمه الممارسين الصحيين قبل اجراء السكين بريباريشن ب 10 دقائق بربع ساعه، وبعدين يبدا يستخدمه. في الحاله دي بيكون فقد قدرته على قتل الميكروبات وملوش قيمه، فما تنفعش تعمل الاجراء ده، لازم تاخد من البوتل مباشره على الجلد. ادي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه والاخيره، انك انت بتسيبه فور كونتاكت تايم، والكونتاكت تايم بتاعه من 2 إلى 5 دقائق، يعني بتسيبه على الجلد فور كونتاكت تايم، حتى الكلوركسيدين بيتساب دقيقتين على الجلد. خلاص؟ ده اسمه التايم نيدد فور كيلينج ذا مايكرو اورجانيزم، اسمه الكونتاكت تايم. بعدها لازم تعمل له ريموفل، لازم تشيله، لازم تمسحه. طب يا دكتور ما انا همسحه هعمل كونتامين. لا، انت هتمسحه باسترايل دريسنج وذ الكحول، وبالتالي مش هتعمل كونتامينيشن ولا حاجه. واضحه الصوره؟ يبقى لا تترك البوفيدين ايودين على الجلد وتعمل الاجراء مباشره وتسيب البوفيدين ايودين على الجلد، لا. الكلوركسيدين اوكي، انت بتسيبه دقيقتين ولما ينشف تبدا تشتغل، مفيش مشكله، مش لازم تمسحه. لكن البوفيدين ايودين لازم تمسحه بعد مرور 2 إلى 5 دقائق من وضعه على الجلد وتطهير الجلد بيه، لازم تمسحه وتشيله بسترايل دريسنج او سترايل دريسنج وذ الكحول، وتبدا بعد كده تعمل الانسيرشن عشان نتجنب القصه اللي اتكلمنا عنها من شويه. تمام؟ وطبعا لازم تاخد بالك اثناء استخدام اي ماده مطهره لازم تسيب الكونتاكت تايم بتاعها اللي هو في حاله الكلوركسيدين دقيقتين، وبرضه في حاله البوفيدين ايودين دقيقتين، ولازم في حاله البوفيدين ايودين زي ما اتفقنا ان احنا هنعمل له ريموفال ونستنى 30 ثانيه وبعدين نعمل انسرشن، وفي الكلوركسيدين بعد ما ينشف بعد دقيقتين ندي 30 ثانيه وبعد كده نعمل الانسرشن بتاعه. ما ينفعش نعمل انسرشن والانتيسيبتيك او الكلوركسيدين ستيل نوت دراي يعني. خلاص؟ واضحه الصوره؟ طيب دي البريكوشن. معلش سريعا هقول بس النقطه بتاعت الكلوركسيدين بالانجلش وبعدين ندخل على النقاط اللي بعدها، والنقاط اللي بعدها سهله كلها ان شاء الله. السكين انتيسيبسيس ماست بي يوزد ذا سبيسيفيك انتيسيبتيك، ذا بيست از كلوركسيدين اور كلوركسيدين وذ الكول. This is the best antiseptic. Why? Because he have a long antimicrobial effect. Because the chlorhexidine have a long contact time, long يعني antimicrobial effect. Okay. But the second option, sometime I don't have chlorhexidine skin preparation for in my setting. Can be used the bovidine iodine. Okay, you can use the bovidine iodine 10%, but you must take care. When used the bovidine iodine, take care. You must leave for 2 minutes in the skin, then removed by sterile drain. Okay, you must removed after 2 minutes. Why? Because the bovidine iodine, if leave for more than 5 minutes, the bovidine iodine will be lost the effect of killing of microorganisms and they become good media for growing of microorganisms. Number two, the bottle of bovidine iodine must be not invader for the light, must be dark. Okay? This is very important point. And must be clean from the top and closed. Okay, and directly used from the bottle to the skin, not leave in the air for time then used. Okay, this is very, very important point for using of skin preparation. Second point, optimal catheter site selection. You have three famous site of insertion of central line, and عن ثلاث مناطق مشهورين جدا في تركيب السنترال لاين. السنترال لاين اللي هو النون تانلد، اللي هو اللي مش بعمليه جراحيه، اللي هي السب كليفيان والانترنال جاجولار والفيمورال.
من حيث الانفكشن كنترول، وان كانت الابحاث مش واضحه قوي ولكن الانديكيشن بتقول كده، كل الانديكيشن وكل المراجع بتقول كده، بتقول ان افضل مكان لتركيب الاساطر المركزيه هو السبك ليفيا من حيث العدوى. خلي بالكم بس عشان اكيد معانا اطباء وتخصصاتهم مختلفه، منهم جراحين ومنهم بتوع انستيزيا ومنهم، فهينتقدوا الكلام اللي انا هقوله دلوقتي. لا، ركزوا في الكلام اللي انا هقوله كويس. لو عندي مريض محتاج تركيب سنترال لاين، خلوا الكلام بشكل واضح كليل خالص اهو، محتاج تركيب سنترال لاين ولا يوجد عائق طبي بيفرض علي تركيب السنترال لاين في مكان معين، افضل مكان لتقليل العدوى هو السبكليفيان فين، يليه الانترنال جاجلر، اسوأهم هو الفيمورال فين اللي هو الاكثر، اكثر الاماكن المعرضه للعدوى. وكلنا فاهمين ليه، لو انت عرفت مكان الفيمورال فين، لو بصيت على الصوره ديت هتعرف ان هو المكان الاكثر كونتامينيشن وبالتالي هو الاكثر احتماليه لحدوث العدوى. طيب، دائما المشكله بتكمن في مرضى الغسيل الكلوي. معلش الحته دي دقيقه واحده فيها بس، ركزوا فيها عشان دي مهمه جدا. مرضى الغسيل الكلوي احيانا، بعض مرضى الغسيل، بعضهم بالذات في الاول في المرحله الاولى من الغسيل، بيحتاج او يجي الطوارئ ويحتاج الى غسله او غسلتين سريعتين وفتره تحضيريه عشان يعمل الفيستولا، عشان يبدا يعمل عمليه الفيستولا عشان يغسل بعد كده. في الفتره التحضيريه دي في المرحله الاولى بالذات في الحالات الطارئه ممكن يحتاج الى تركيب سنترال لاين عشان عمليه الغسيل مره او اثنين او ثلاثه، اقصى مده ممكن تقعدها بيقعدها سنترال لاين في الحاله دي اسبوع او 10 ايام. طيب، اغلب مش بقول كل، اغلب اطباء النفرولوجي او بتوع الكلى بيفضلوا الفيمورال فين. لو سالتهم هل هناك سبب طبي، مش هيردوا عليك. في احيانا عشان تكون المعلومه كامله، بعض المرضى اللي بيبقوا كوموربيدي اللي هم طويل الاقامه عندهم مشاكل في الفينز بيبقى مضطرين ان هم يركبوا في المكان ده، الطبيب بيبقى مضطر انه يركب في هذا المكان. بعض المرضى الاوبيز اللي هم اوبيز قوي دول ممكن احيانا بيبقى برضه انا مضطر غصب عني اركب على اساس ان ده الاكثر وضوحا بالنسبه لي كفين. ولكن بدون وجود هذه الاسباب يفضل تركيب الساب كليفيان. ولكن مشكله الساب كليفيان مع الغسيل الكلوي عشان تبقى الصوره كامله بس، انه ممكن بيحصل له استينوزز ثرومبوز، يعني بيحصل فيه مشاكل بيغلق لسبب او لاخر خلاص، لان ضخ الدم بيبقى عالي جدا. فافضل مكان في حاله الغسيل الكلوي هو الانترنال جاجولار فين ان لم يكن هناك مانعا طبيا. يعني انت كممارس مكافحه عدوى لما تيجي تسال الاطباء بتوع الكلى، انتوا هتركبوا للمريض ده سنترال لاين؟ اه. طب هتركبوه فين؟ هيقول لك فيمورال. قول له طب اعطيني اسباب. ايه اسبابك؟ والله اوبيس. خلاص تسكت. والله هذا المريض طويل إقامة فالفينز بتاعته غير واضحة. ماشي. لا، ده عشان هو الأسهل. لو قال لك عشان هو الأسهل قول له لا. طب أنت مش بتعرفش تركب انترنال جاجولار؟ الانترنال جاجولار هو الأفضل من حيث العدو، من حيث نقص العدو أو نقص احتمالية العدو. وضحت الصورة بالنسبة لكم كاملة؟ يبقى إذا نقطتين مهمين في المنطقة دي، إن أفضل الأماكن لتقليل العدوى بالترتيب الساب كليفيا، يليه الانترنال جاجولار، يليه الفيمورال. النقطة الثانية هو السوفيستيكيتد ايشو بتاع مرضى الكلى. خدوا بالكم من الموضوع ده كويس. طيب، هشرح بس بالانجلش بسرعة ونكمل. الاوبتيمال كاثيتر سايت سيلكشن ذا بيست فور ديكريزنج ذا انفكشن سب كليفيان فين. ذن انترنال جاجولار اند ذا موست انفكشوال سايت از ذا فيمورال فين. ذا اف وي دونت هاف اني ميديكال بروبلم ذا بيست انسيرشن از سب كليفيان. Second is internal jugular. Okay? But if I have a problem like obese patient, like non-clear veins for some comorbidities patient, I will allow to insert femoral site. Okay? In hemodialysis patient, in some cases, especially in the start, first or second session of dialysis, need temporary central line. The best site is the internal jugular vein because the high pushing of the blood and
if we don't have medical problem, the best for decreasing the rate of infection in the hemodialysis patient is internal jugular vein. Okay? Fine. The last point for insertion bundle is daily review, اللي هو المراجعة اليومية. هل المريض ما زال محتاج ولا لا؟ لو المريض مش محتاجه شيله على طول، ما تسيبش السنترال لاين لحسن المريض يحتاجه. اصل المريض ممكن يكون لسه هيحتاجه يومين كمان كده احتياطي، لا، لازم يكون في انديكيشن لوجوده. مجرد ما يتوقف او ينتهي الانديكيشن وتتحسن صحه المريض لازم تشيل السنترال لاين. انت عارفين مين اهم واحد بيلعب دور مهم جدا من الممارسين الصحيين في النقطه ديت؟ التمريض. وانا عارف ان في عدد كبير من التمريض معانا، دول اهم ناس بيلعبوا دور في النقطه دي، لان هم اللي بيعملوا ريميمبرنج ديورنج ذا راوند اوف ذا دكتور. يعني لما يبقوا الاطباء بيعملوا الراوند على المرضى، ممكن الطبيب عنده 35 مريض وساعات بتصل الى اكثر من ذلك، فهو بيعمل الراوند مش مركز، خلاص المريض الستيبل مش عارف ايه، الاكسجين كذا، مش عارف، بالذات في الاي سي يو، انت اعملي له ريميمبر كنيرسنج، قول له يا دكتور هل المريض ده مازال محتاج سنترال لاين، خصوصا لو انت عارف ان هو خلاص مفيش داعي. لازم تفكري الدكتور في الحاله دي، هو على طول مباشره، وده مش حاجه غلط ايثيكالي، خلي بالك ده حاجه بالعكس، احنا اي ريكومندد انك تعمل ريميمبرنج للدكتور، this patient is still need the central line. دي نقطه مهمه جدا حبيت بس انوه عليها في البراكتيكال لانها مهمه جدا. الديلي ريفيو اوف سنترال لاين is the very important point and the nurses is play very important role in this point especially during the daily round of the doctor for all patients. Sometimes the doctor may have or responsible for more than 30 patients or more. So remember the doctor, especially if you know as a nurse, if you know this patient is not need the central line now, please remember the doctor about this point. دول الخمس نقاط الاساسيين بتوع الانسيرشن. ابشركم قريبا جدا، ده اذا ما كانش بداوا يطبقوه في امريكا، في نقطه زياده في البندل اوف انسيرشن اذا كانت متاحه في المكان، وهو استخدام الالترا ساوند جايد فور انسيرشن فور فين كاثترايزيشن تكنيك ديورنج انسيرشن، انك تستخدم الاشعه الفوق الصوتيه اثناء عمليه الانسيرشن. عشان ليه بقى؟ هقول لكم السبب سريعا عشان انا طولت شويه، معلش انا اسف، بس نظرا لاهميه الموضوع ليه هم عايزين يضيفوا النقطه دي في البندلز بتاعت الانفكشن كنترول؟ لان انت لما يكون معاك الالترا ساوند جايد بتعرف تحدد المكان اللي هتعمل فيه انسيرشن، فتعمل انسيرشن من اول مره. لكن في حاله انك انت بتعمل انسيرشن وذاوت الترا ساوند جايد، ايه اللي هيحصل؟ هتعمل ممكن تعمل مالتيبل ترايل فور انسيرشن. المالتيبل ترايل فور انسيرشن دي هاي ريسك فور انفكشن، انك انت تشيل الجايد واي او تشيل السنترال لو ترجع تدخله مره ثانيه وتحاول تظبطه على المكان لحد ما يدخل في مثلا في الانترنال جاجولار فين، ديت بتزود الريسك بتاع العدوى. حتى عشان كده هقول لكم بعد شويه ان مفيش انديكيشن لتغيير السنترال لاين بشكل روتيني. ما ينفعش انك تغير السنترال لاين بشكل روتيني، مستحيل، لازم يكون في سبب قاطع لتغيير السنترال لاين. طب ليه ما بغيروش بشكل روتيني؟ لان تغييره بشكل روتيني يسبب احتماليه اكبر لحدوث العدوى بسبب الخلع والتركيب مره ثانيه. واضحه النقطه ديت؟ فديت من النقاط الهامه اللي هتضاف قريبا ان شاء الله للبندل. طيب ناخد البندل اوف مينتيننس. طبعا اهم حاجه في البندل اوف مينتيننس جديده هو ادريسنج يعمل بشكل صحيح، والديلي ريفيو ستيل نيدد ذا انسيرشن اوف سنترال لاين او لا، مع طبعا الهاند هايجين والابداع الجديد اللي بيتكلم عنه السي دي سي دايما اللي هو السكرابنج اوف هاب. طبعا هو مش كاتبها بشكل صريح في المينتيننس باندل، بس كاتبها كنقطه مهمه انا ضفتها للمينتيننس باندل عشان ما ننساهاش، عشان بس ما حدش يقول الدكتور عبد الرحمن بيخالف الجايد لاين. لا، الجايد لاين اربع نقاط، البندل اوف مينتيننس اربع نقاط: هاند هايجين، ديلي ريفيو، بروبر دريسنج اوف تشويس، وبروبر فريكوانسي اوف دريسنج. خلاص، النقطه الخامسه دي انا حطيتها عشان نقطه مهمه جدا من النقاط الهامه في المينتيننس، وقريبا هتدخل من ضمن البندل رسميا ان شاء الله في السي دي سي، فانا حبيت احطها عشان ما ننساهاش فقط، عشان بس تكون النقطه واضحه. طيب باي انجلش، ذا بندل اوف مينتيننس از فور بوينت.
Fifth point is very important point I am added to don't forget. For very important, nearly the CDC will be added in the bundle of maintenance. What are the bundle? Hand hygiene before before castor access or nearing to the cast. Review, daily review of necessity, proper dressing choice, and the proper frequency of dressing. طيب سريعا هنمر عليهم سريعا. طبعا الهاند هايجين استفدنا فيه. البروبر دريسنج انا عندي نوعين من الدريسنج. بص على الصوره. I have two type of dressing. خلاص؟ Ghost dressing and transparent. الافضل transparent. The best for prevention of infection is transparent. But sometimes if the central line have oozing or bleeding, I will be use the ghost. So if you have both in the hospital, select the transparent. Except in some cases like bleeding or oozing the central line. Frequency of dressing change. Transparent every 7 days. Goes every 48 hours. Both must be changed immediately if soiled or dependent or loose. واضح العملية ديت؟ طيب changes of administration set. You know the administration set. If the type of medication enter through the central line is not blood, not nutrient, not lipid or protein like this, you must be change the administration set every 72 hours. If you used the set for blood administration, you must change every 4 hours. TBN lipid every 24 hours. Chemotherapy every replace the administration sheet after each use. Okay. طيب بالعربي اشرحها بس بالعربي سريعا. تغيير اللي هي مش عارفها بالعربي اسمها ايه بصراحه. administration sheet ما اعرفش اسمها بالعربي ايه. التغيير بتاعها له قواعد. اذا كان نوع الادويه المستخدمه ادويه عاديه زي الصلاين والجلوكوز وغير بتغيرها كل 72 ساعه او اذا حصل فيها مشكله. وممكن كل لحد 7 ايام يعني من 72 ساعه لسبع ايام. لكن في حاله استخدامها في البلاد ترانسفيوجن لازم تتغير بعد 4 ساعات. تي بي ان او ليبيد لازم تتغير بعد 24 ساعه. كيموثيرابي اللي هو العلاج الكيميائي لازم اللي هو في مرضى السرطان حفظنا الله جميعا لازم تتغير على طول مباشره بعد اعطاء العلاج. خلاص. وطبعا الكابس بتتغير كل 72 ساعه. دي نقاط من ضمن النقاط الهامه في المينتيننس. السكرابنج اوف هاب دي الخطوات بتاعته. بتعمل هاند هايجين و15 ثانيه تنظيف بالالكحول. خلاص. وتستنى 15 ثانيه عشان الكحول يحصل له دراينج وبعدين ترجع الهب كما كان. This is the step, four step for scrubbing of the hub. Hand hygiene, proper hand hygiene. 15 second for alcohol scrubbing, then 15 second for drying of alcohol and maintain the aseptic technique before insertion. Replacement, تغيير السنترال لاين عشان بس ما نقراش كلام كتير وتاخر عليك عشان انا طولت انا اسف. تغيير السنترال لاين مفيش حاجه اسمها ريكومنديشن انك تغير بشكل روتيني ابدا تحت اي سبب. التغيير لابد ان يكون له سبب اما عدوى او تغيير من حاجه. لا يعني انت مثلا استخدمت تيمبورالي سنترال لاين فور هيموداياليسيس وبعدين هتغيرها بعد كده عشان تعمل بيرماكاث او عشان تعمل فيستول يبقى في الحاله دي تغير. خلاص. دي نقاط مهمه جدا في عمليه الايه التغيير. ما تغيرش الا لو حصل انفكشن او مال فانكشن او يكون في ميديكال كوز. طبعا النقطه دي انا اتكلمت عنها بتاعه الميكروبات والانديكيشن بتاعها اثناء عمليه لما تيجي تتابع عمليه العدوى اللي حصلت عندك
الميكروب يعطيك انطباع عن ايه. اسف لو كنت اطلت عليك، واسف دكتور احمد لو كنت خدت 10 دقائق زياده، بس الموضوع فعلا غايه في الاهميه، فده اللي خلاني اتاخر شويه. بشكر جميع الحضور، وبتاسف على اي تقصير حصل او عطل كده فني حصل احيانا اثناء الشرح، واتمنى يكون الجميع استفاد ونبدا المبادره كلنا بشكل صحيح وتطبيق صحيح عشان نصل الى الهدف الرئيسي اللي احنا محتاجينه، وهو تقليل هذه العدوى التي تؤدي الى الوفاه. افتكروا الحكايه اللي انا حكيتها في اول المحاضره، لأن دي حصلت حقيقي قدامي يعني، وكانت من الحكاوي القاسية جدا يعني. ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ أولادنا ويوفقكم إلى ما فيه الخير. شكرا دكتورة حنان، شكرا للإدارة العامة لمكافحة العدوى لإتاحة الفرص. شكرا ليك دكتور عبد الرحمن، ما شاء الله محاضرة رائعة، وتفاعل الناس ما شاء الله يعني أكتر من ممتاز. بارك الله في علمك وعملك دكتور عبد الرحمن. We have some question دكتور عبد الرحمن. ايوه مع حضرتك يا دكتور حنان، تحت امرك في اي سؤال اتفضل. طيب there is one question, if we didn't have a special room for insertion because of patient condition we can't move the patient, what's your advice doctor, how can we implement this even the distance between the patient is not a standard, how they can insert central line in the same patient area. هو السؤال له اعتقد ان هو له كذا نقطه. Yes, no special room. No special room. If I don't have a special room, I will follow the maximum barrier precaution for the patient and patient surrounding and the healthcare worker. And I explained this point before, how to follow the maximum barrier if you don't have insertion room. Okay? Okay. Clear? دكتور عبد الرحمن, there is only point one of participant want from you to stress on. For maximal barrier precaution, some stuff not wearing new surgical mask because you already wear mask as a part of universal precaution in COVID era. Also as regard head cap, especially for female, they will say they are already covering them by hijab. They want from you to stress on this point and highlight the wrong practice. This point, يعني, the aim of this program arrive to maximum barrier precaution. So, I will change the mask. The best, I will change the mask before the insertion of central line. This is the best practice. يعني, I have a practice and best practice. The best practice, it change the mask before the insertion of central line. Use new mask. Why? Because the mask, when used for long time, will be collect some microorganism from outside the mask. So can be transmitted during the insertion. Don't forget, the step of insertion is very, يعني, very complicated step. You are open a great vessel. So the allow of entrance of microorganism is very high. But if you will not change the mask, please cover new or cleaned and disinfect face shield. Okay, this point clear? Right. Regarding the head cover for female, as mask, yani the best practice, covering the head by new head cover, not by the same hijab. Even cover the hijab, يعني you can cover the, يعني wear the head cover above the hijab. Why? Because the hijab is contaminated. Sure, the hijab is contaminated. So the, يعني, I am not recommend remove the hijab, but I am recommend cover the hijab by head cap. Clear? واضح؟ تمام دكتور عبد الرحمن. طيب دكتور عبد الرحمن, another question, هل يصح تركيب السنترال لاين داخل غرفة العزل إذا كانت حالة المريض تستوجب العزل؟ طبعا ما فيش فيها مشكلة خالص, يعني هو سؤال بالعربي فانا هرد بالعربي وممكن اشرحه بعد كده بالانجليزي. طبعا ما فيش مشكلة ان انا هركبه في اي مكان ما دام هتبع الماكسيمم بارير بريكوشن. افتكر دايما الافضل انك انت يبقى عندك انسيرشن روم.
لكن اذا اضطريت لاي سبب من الاسباب، سواء عدم وجود الانسيرشن روم او زي ما اتفقتوا كده، زي ما قلتوا ان في حاله ممكن تكون في العزو، ده كتير بيحصل كتير، في الحاله دي برضو هضطر استخدم الماكسيمم باريال بريكوشن. انت كده كده بتستخدم الماكسيمم باريال بالمناسبه، حتى لو في انسيرشن روم انت كده كده لازم تستعمل الماكسيمم باريال، ولكن في الحالات دي لازم تتذكر قوي انك تكيب المنطقه استرايل قدر المستطاع، تحافظ على المنطقه استرايل. دي ده الهاي ريكومنديشن فيها يعني، لكن مفيش ما يمنع الدكتور ما دام المريض ما يقدرش يتحرك لمكان تاني او حركته فيها ريسك على الناس، ممكن مع الماكسيمم بارير بريكوش. شكرا دكتور عبد الرحمن. Last question, if the patient has two central lines, should I do two care bundle for each one? كومبليكيتد كوش يعني، برضه ذا بيست براكتس اكوردنج يور تايم يعني، انت يو كان مانج بوث باي ذا سيم اف نوت كونتامينيتد يور هاند. يعني فور اكزامبل اي ويل تشينج ذا دريسنج فور بوث اند نو اوزنج بلاد، نو كونتامينيشن اوكيرز، نو تاتشنج ذا سراوندنج، اوكي يو كان دو. بط اف يو ويل تاتش يور سترايل جلافز كونتامينيتد فور اني كوز، you must change and start again the maximum barrier breaker. يعني اذا حصل عندك مشكله لازم تغير مره ثانيه، اذا حصل كونتامينيشن يعني انت بتعمل في الاولاني وحصل كونتامينيشن في الجلافز، ما ينفعش اروح استخدم في الثاني، وانت هتزود الريسك اوف انفكشن. لكن لو انت منتين الاستريليتي ومنتين الاسيبتيك تكنيك في المره الاولى وشغال على الثانيه، ما فيش مشكله. ودي طبعا بالخبره انت بتبقى عارف اذا كان حصل غلط او لا. طيب دكتور عبد الرحمن، الأسئلة ما شاء الله يعني ممكن نقعد للفجر. ما بالنسبة لي ما عنديش مشكلة، أنا مبسوط جدا من التفاعل. شكرا لدكتور عبد الرحمن. طيب في سؤال مهم، أنا جاهز، اتفضل. طيب تمام. طيب في سؤال بيقول كان الكول سواب يوزد از ثيرد اوبشن اف نو كلورهيكسيدين اور ايودين بريزنت؟ هو بس مشكلة الكحول هاف اونلي وان بروبلم، هاي برود سبيكترم فور كيلينج ذا مايكرو اورجانيزم but very 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 short time of او persistent time persistency time. دي مشكله الكحول الوحيده. انا بقتل ميكروبات كتيره جدا بالكحول جدا، ولكن مشكله الكحول انه بعد 30 ثانيه after 30 second lost the effect. فالافضل ان يكون معاك انتيسيبتيك اخر، ده كل ريكومنديشن بتقول كده. عشان كده حتى لو انت يعني لو الناس بتقرا شويه في الانتيسيبتكس، ودي معلومه مهمه جدا، قال لك افضل حاجه الكلوريكسيدين وذ الكحول. طب ليه؟ لان الكلوريكسيدين عنده خاصيه البرزيستنس، البقاء لفتره طويله على الجلد في قتل الميكروبات، والكحول عنده خاصيه البرود سبيكترم انه بيقتل اعداد كبيره جدا وانواع كتيره جدا من الميكروبات. فلما بجيب الميكسنج ما بين المادتين بيبقى الافكت فيري فيري هاي افكت. لكن استخدام الكحول لوحده ما فيش ولا جايد لاين قال ان هو ينفع بصراحه، يعني ما فيش ولا جايد لاين قال ان هو ينفع. طبعا في حاله الاضطرار ما اقدرش، يعني في حاله الاضطرار ده اضطرار، لكن اذا كان عندك الاوبشن انك تستخدم حاجه تانية يبقى افضل. وانا وضحت السبب.